في إطار حصص الدعم التي تقدم عن بعد يسرني في هذا اليوم المبارك أن أقدم لكم حصة داعمة في مكون علوم اللغة وتحديدا درس الاستفهام. إذن لاستعادة بعض المعلومات التي تتعلق بهذا الدرس سنقوم بإنجاز تطبيق كتابي. تلامذتي الأعزاء، قبل الاشتغال على التطبيقات لابد من التذكير ببعض المعلومات، وننطلق بالتذكير بالمقصود بالخبر والإنشاء. الخبر كما علمتم هو كلام يحتمل الصدق أو الكذب. فلو قلت على سبيل المثال: الشمس ساطعة اليوم والجو جميل، فهذا خبر يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب. فلو كان مطابقا للواقع فهو خبر صادق، وإن لم يكن كذلك فهو خبر كاذب. إذن هذا بالنسبة للخبر، إذن هو كلام يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب، ما عدا في حالة واحدة ما يتعلق بالقرآن الكريم، فجميع الأخبار الواردة فيه فهي من الله سبحانه وتعالى، فهي أخبار صادقة. أما بالنسبة للإنشاء فهو كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا، أو لا يجوز أن نقول أن قائله صادق أو كاذب. بالنسبة للإنشاء علمتم أنه ينقسم إلى قسمين: إنشاء غير طلبي ويندرج في إطاره القسم، يندرج في إطاره كذلك التعجب، المدح، الدم، إلى غير ذلك من الأساليب. ما بالنسبة للإنشاء الطلبي فهو ما يستدعي مطلوبا ويدخل في إطاره الأمر والنهي والنداء والتمني والاستفهام، موضوع حصتنا اليوم. ولا بأس أن نذكر بالاستفهام، ماذا نقصد بالاستفهام، ما هي أهم أدواته، ما الفرق ما بين الاستفهام الحقيقي والاستفهام المجازي. ماذا نقصد بالاستفهام؟ الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. أعيد، هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. فالمتكلم عندما يسأل فهو يريد الحصول على معلومة كان يجهله ويريد الحصول عليها. من أهم أدوات هذا الاستفهام، الأدوات التي نستعملها في الاستفهام، نتحدث عن الهمزة. الأداة الأولى نتحدث عن الهمزة. إذن بالنسبة للهمزة يراد بها أحد أمرين: الأمر الأول التصور. إذن بالنسبة للتصور هو إدراك المفرد، وفي هذه الحال تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه ويذكر له في الغالب معادل بعد أم. كأن أقول لك مثلا: أحصلت على المرتبة الأولى أم الثانية؟ ويكون الجواب بالقول حصلت على المرتبة الأولى، أو الجواب بالقول حصلت على المرتبة الثانية. الأمر الثاني التصديق. التصديق هو إدراك النسبة، كأن أقول لك مثلا: أيسير الغمام؟ الجواب سيكون بالقول نعم أو لا، ستجيبني بنعم أو لا. إذن هذا بالنسبة للهمزة. الأداة الثانية نتحدث عن هل. إذن بالنسبة لهل يراد بها التصديق فقط، كأن أقول لك كذلك: هل تتحرك النجوم؟ ويكون الجواب بنعم في حالة الإثبات، ولا
في حالة النفي. إلى جانب الهمزة، وهل هناك أدوات أخرى لهذا الاستفهام؟ منها من لتعيين العاقل مثلا، ما لتعيين غير العاقل، متى تعيين الزمن، تحديد الزمن، أين للمكان، كم للعدد، كيف للحال، السؤال عن الحال، أيان لتحديد أو السؤال عن الزمن، ولكن الزمن المستقبل. إذن هناك مجموعة من الأدوات الأخرى المرتبطة بهذا الاستفهام، وكلها يراد بها التصور. إذن كل هذه الأدوات بالإضافة إلى الهمزة وهل يراد بها التصور. أما بالنسبة للاستفهام المجازي، بالنسبة للاستفهام المجازي فهو يستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال، مثل التعجب، التمني، التوبيخ، التعجيز، اللوم، إلى غير ذلك من المعاني المجازية. إذن هنا السؤال يعني الأساس هو كيف نميز ما بين استفهام حقيقي واستفهام مجازي. نركز على سياق الكلام ووضعية التخاطب ما بين المتكلم وما بين المخاطب. إذن سياق الكلام هو الذي يحدد لنا هل الاستفهام هو استفهام حقيقي أم استفهام مجازي، وإذا كان مجازيا يحدد لنا كذلك المراد بهذا الاستفهام. إذن بالنسبة للسياق هو أمر مهم وأساسي في تحديد المراد بالأسلوب. إذن كان هذا تذكيرا ببعض المعلومات المتعلقة بالخبر والإنشاء والمتعلقة بالاستفهام. نمر الآن إلى إنجاز تطبيق كتابي. قدمت لكم مجموعة من الأمثلة لعلها تكون مساعدة في التمييز ما بين الاستفهام الحقيقي والاستفهام المجازي. أقرأ السؤال: بين نوع الاستفهام والمراد به مع التوضيح في الأمثلة التالية. المثال الأول: قال سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذن بالنسبة للآية فهي من سورة التين، الآية الثامنة. المثال الثاني: قال الأستاذ لتلامذته: هل أنهيتم كتابة الدرس؟ المثال الثالث: قال رجل لخصمه: وهل مثلك يعرف للخير والتسامح سبيلا؟ المثال الرابع: قال شاب لصديقه بعد طول انتظار: كيف تتركني أنتظر كل هذا الوقت وأنت من طلب اللقاء؟ المثال الخامس: قال الطفل لوالده: متى شيدت مدينة الرباط؟ المثال السادس: جاء على لسان متحدث لآخر بقوله: هل لك أن تبلغ عنان السماء؟ المثال الأخير: قال التلميذ لصديقه بعد إجراء الواجب الكتابي: كيف لم تتوصل إلى الجواب وأنت من كان يساعدنا على إنجاز التمارين؟ إذن هذه مجموعة من الأمثلة
المطلوب أن نحدد نوع الاستفهام والمراد به في كل مثال على حدة. كما تلاحظون أعزائي التلاميذ هي أمثلة بسيطة ولكن عسى أن تنفعكم في تلمس المراد بالاستفهام وتقريب بعض معاني. نمر إلى الإجابة الآن، نحلل المثال الأول، قوله سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذا تأملنا هذا المثال أعزائي التلاميذ، هناك أمر أساس لا بد من الإشارة إليه، هو أن الكلام هو من الله سبحانه وتعالى، ويوجه الخطاب إلى عباده. ونتساءل: هل الله سبحانه وتعالى يريد أن يحصل على جواب؟ بالتأكيد الجواب بالنفي، لا، لأن الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء والمحيط بكل شيء علما. من هذا المنطلق يتبين لنا أن الاستفهام هنا هو استفهام مجازي، إذا لا يمكننا أن نتحدث عن استفهام حقيقي في هذا المثال، وإنما هو استفهام مجازي. المراد به هنا هو التأكيد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يؤكد بأنه أحكم كل شيء خلقا وصنعا، فلا يوجد سواه من خالق. إذن وهذه حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها، ولذلك يكون جوابنا دائما عندما نسمع إلى هذه الآية الكريمة: بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، لأن الكلام هنا فيه تأكيد من الله سبحانه وتعالى بأنه أحكم كل شيء خلقا، فلا يوجد خالق سواه. بالنسبة للمثال الثاني، قال الأستاذ لتلامذته: هل أنهيتم الدرس؟ نلاحظ أن هناك فرقا كبيرا ما بين المثال الأول وهذا المثال. الأستاذ طلب من تلامذته كتابة الدرس، ولا يعلم هل أنهى التلاميذ هذه الكتابة أم لا، ويريد الحصول على جواب محدد بقولهم نعم أو لا. ومن هذا المنطلق نقول أن الاستفهام في هذا المثال هو استفهام حقيقي، واستفهام حقيقي لا يمكن أن نتحدث هنا عن استفهام مجازي، وإنما هو استفهام حقيقي، والمراد به هو طلب العلم بأمر غير معلوم. كما أشرنا، فالمتكلم فهو يجهل المعلومة ويريد الحصول عليها. إذن المراد به هو طلب العلم بأمر غير معلوم، فالمتكلم هنا ينتظر إجابة من المخاطب، وستكون بالقول نعم أو لا. بالنسبة للمثال الثالث، قال رجل لخصمه: وهل مثلك يعرف للخير والتسامح سبيلا؟ إذن عندما تخاطب إنسانا وتقول له: هل مثلك يعرف الخير أو يعرف التسامح، وأنت معه في خصومة، هل تنتظر منه أن يقدم لك جوابا أو أن يبرهن أو أن يعلي؟ بالتأكيد لا، لأن المراد بالاستفهام هنا ليس هو الحصول على المعلومة، وإنما هو استفهام مجازي
المراد به هنا هو التحقير. لماذا؟ لأن المتكلم يشعر المخاطب بشأنه الوضيع الحقير، فهو لا يستحق أي احترام لأنه لا يحب الخير للآخرين. إذا المراد هنا هو التحقير، وخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي. بالنسبة للمثال الرابع، قال شاب لصديقه بعد طول انتظار: كيف تتركني أنتظر كل هذا الوقت وأنت من طلب اللقاء؟ إذن هناك متكلم ومخاطب. إذن بالنسبة لهذا المتكلم، إذن يظهر عليه أنه انتظر طويلا صديقه الذي لم يأتي إلا بعد مرور وقت طويل جدا. هنا تلاحظون أن المتكلم استعمل كيف تتركني أنتظر كل هذا الوقت، ولم يستعمل لماذا، لم يقل لماذا، لأنه لا يريد الحصول على جواب ولا يريد تبرير. ومن هنا نقول أن الاستفهام هو استفهام مجازي، والمراد به هو اللوم. فالمتكلم يقدم لوما وعتابا لهذا المخاطب. فالمتكلم لا ينتظر جوابا أو تبريرا، وإنما يعبر له عن لومه وعن غضبه. إذن هذا بالنسبة للمثال الرابع. بالنسبة للمثال الخامس، قال الطفل لوالده: متى شيدت مدينة الرباط؟ إذن طفل صغير يسأل والده عن تاريخ تشييد مدينة الرباط. هنا الطفل الصغير هل يعلم يعني بهذا التاريخ؟ لا، فهو يجهله ويريد أن يحصل على المعلومة الصحيحة من والده. وعلى هذا الأساس نقول أن الاستفهام في هذا المثال هو استفهام حقيقي. لماذا؟ لأن المتكلم إذن يطلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. المتكلم هنا يجهل المعلومة ويريد الحصول عليها من المخاطب. بالنسبة للمثال السادس، جاء على لسان متحدث لآخر بقوله: هل لك أن تبلغ عنان السماء؟ هل لك أن تبلغ عنان السماء؟ عندما تقول لإنسان هل لك أن تبلغ عنان السماء، أو هل لك أن تشق الجبل، هل تنتظر منه جوابا؟ لا، فأنت لا تنتظر منه جوابا، وإنما تطلب منه يعني شيئا هو لا يستطيع القيام بإنجازه، لا يستطيع التنفيذ على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق الاستفهام في هذا المثال هو استفهام مجازي، والمراد به هو التعجيز. المراد به التعجيز، فالمتكلم لا ينتظر جوابا أو قياما بالأمر لأنه على علم بأن المخاطب لا يستطيع ذلك. إذا المخاطب لا يستطيع القيام بالأمر ولا يستطيع التنفيذ. آخر مثال، قال التلميذ لصديقه بعد إجراء الواجب الكتابي: كيف لم تتوصل إلى الجواب وأنت من كان يساعدنا على إنجاز التمارين؟ إذن التلميذ يتوجه بالكلام إلى صديقه بعد إنجاز الواجب الكتابي أو إنجاز الفرض، والواضح أن هذا التلميذ المتفوق يعني لم يستطع
أن يقدم إجابات صحيحة في هذا الواجب الكتابي. إذن مما جعل يعني هذا المتكلم يتعجب ويستغرب كيف أن هذا الصديق لم يتوصل إلى إجابة. هنا نقول أن الاستفهام هو استفهام مجازي، والمراد به هو التعجب، هو استفهام يتعلق بأمر غير مفهوم، هو استفهام يتعلق بأمر غير مفهوم عند المتكلم. المقصود به بيان التعجب، لأن يعني ما حصل أو ما وقع لم يكن متوقعا ولم يكن في الحسبان. تلامذتي الأعزاء، كانت هذه بعض الأمثلة لتحديد بعض معاني الاستفهام، لعلها يعني تساعدكم على إنجاز تمارين وتطبيقات أخرى. ولكن أعود وأؤكد أنه من الضروري تحديد السياق لتبين هل الاستفهام هو استفهام حقيقي أو استفهام مجازي، لأن تحديد السياق وضبط وضعية التخاطب ما بين المتكلم والمخاطب هو الأساس الذي يبنى عليه تحديد المراد بالاستفهام. أعزائي التلاميذ، إلى هنا نكون قد أنهينا هذه الحصة. آمل صادقا أن تكونوا قد استفدتم بما فيه الكفاية من الأمثلة التي قدمت لكم. دمتم سالمين، وإلى حصة قادمة بحول الله.